بس نسين في بداية كل موسم الملاحظات الكل تصب في خانة وكونوا تيراناتنا ما يلعبوش. أما اليوم المفاجأة السارة جاتنا من المهيري، وين السياسيس والترجي لقوا أرضية ممتازة جدا لإمتعنا بأول كلاسيكو في الموسم. عندنا شهر من اللي عملنا عملية البذر الموسمي، معناتها استغلينا فترة التوقف في البطولة، هذاك علاش معناتها كي شفتوا الملعب اليوم جاهز، انه معناتها الزريعة اللي عملناها الحمد لله طلعت وطلعت كما يقولوا بون لي تكنيسيان، جو سوي با ان تكنيسيان، انا الدوزيام فلور، معناتها الحمد لله هذاك علاش ومازال يتحسن معناتها الملعب. الكاليتي هذه بتاع الجازون استغلها تكنيسيانات الترجي باش يهديوا لنا واحدة من احلى مباريات بداية الموسم لشيخ الاندية التونسية. الهجوم دي على بكري دقيقتين لعب وترايد وغل من اليسار وكرة بالغيث في دين دحمان، 10 دقائق لعب رائد الفادع أحسن ملاعبي على الميدان في الشوط الأول يخلط على كرة قبل ما تخرج، يخرج كوامي في العمق وتوزيعة الغاني يقصها هاني عمامه باليد ونعيم حسني يعلن على ضربة جزاء، بينالتي يخفق في تسجيلها هانيس البدري بعد تصدي أيمن دحمان. ضربة الجزاء ضايعة ما طيحتش من هيجان تاع المكشخة، والمتريس تكنيك تاع لعبيه الاحمر واصفر تنتج هدف في الدقيقه 34 بعد تريانجل من اليسار بين الفادع كوامي والدربالي وكره راجعه من دحمان يحطها عبد الرؤوف بالغيث في الشبكه. الهدف يلغى بدايه تسلل سامح الدربالي في وقت كان فيه الظهير الايمن للترجي بعيد اكثر من مترو على اخر مدافع للنادي الصفاقسي. في الجهه المقابله ملاعبيه الكحل والابيض اعتمدوا على المرتدات والتسديدات من خارج المنطقه، ولا منصر ولا اسلام بكير ولا علاء الدين المرزوقي لقوا الحلول. في اواخر الشوط وفي الدقيقه 44 وفي الوقت اللي كانوا فيه الملاحظين وخاصه احباء شيخ الانديه يتحسروا على قرب انتهاء شوط كان ممكن فيه ابناء معين الشعباني يسجلوا اكثر من هدف، الكره من وسط الميدان 9 باسات من 8 جوارات ورائد الفادع من اليمين يحط الكره على راس انيس البدري اللي يفتتح النتيجه المكشخه. شوط اول ورد فيه الاسبيرانس برشا كورة وملعبيتها برشا صنعة وبرشا انسجام في وقت تبدلت فيه أكثر من نصف التشكيلة منذ بداية الموسم. في الحين وفي المقابل نقطة استفهام كبيرة رافقت مردود الظهير الأيسر المالي للسياسيس باكايوكو شاتو اللي كان بالحق شادو وظل اللعب اللي نعرفوه في المنتخب المالي. الشوط الثاني ترجي لمدة نص ساعة هبط في النسق بتاع الماتش، والنادي الصفاقسي من جهته ورغم دخول حسين بن علي ما عرفش يستغل الكم الهائل من الكرات الثابته اللي جاته. ربع ساعه قبل نهايه اللقاء وفي الدقيقه 74 شفنا يمكن احلى جمله كرويه في هذه المباراه، والمره هذية اربع ملاعبيه من الترجي وصلوا الهوني قدام هنيد في الديزويت اللي بيعمل اللي يحب المدافع الدولي قبل ما يكمل الاكسيون بتمريره ثامنه في طبق البدري اللي مركي ثاني دوبلي ليه في اسبوع واحد بعد دوبلين نهار الخميس كونتر بن قردين. بقية المباراة كانت عبارة عن محاولات عشوائية لملعبية سي اس اس بدون تهديد جدي لمعز بن شريفية. قلة التركيز هذية أثارت حفيظة جمهور المهيري وأكدت كلام روشاك من فيلم واتشمان في الدخلة لزولتراس فاكسيان وخوفه من المستقبل، والاحتجاجات رافقتها تدخلات قوات الامن واستعمال الغاز المسيل للدموع. كميه نتاع الغاز اللي طلقت باش بعد فهمنا احنا، نشوفوا في الناس تنقز، نشوفوا في الناس هاربه، وما احناش عارفين شنو اللي صار بالحق مع سان سيرمون. تخيلوا في حاجه معجزه، حاجه هستيريه صارت في استاد ما عرفناهاش شنو هي. معناتها اليوم انا نحب نتسال سؤال، ولا المسؤولين ماذا بينا اللي المسؤولين اللي الشيء اللي صار هذايا يعطيونا عليه اجابه. كرويا وكحوصله للمباراه نسخه 2019-2020 للترجي اعطت بوادر بتاع موسم تاريخي للمكشخ. فرضنا لعبنا مالجرين ما كانش سهلة، حتى معناها في الميتون الاولاد قدرهم يلزمنا نكملوا بالفاسون هذيك، سي نوتر بوان فور، لعبنا على لي بوان فور نتاعنا، الحمد لله ربي وفقنا. يلزمني نقول برافو للاولاد خاطر في لونتام دي ماتش في صفاقس ضيع بينالتي، تنجم سور لو بلون مونتال تتمس شويه، ولكن اونيتي سوليد مونتالمون، برافو يعطيهم الصحه. دوت فاسون الشامبيون مازال طويله، هذا ما هو الا با باهي، خلينا معناها المورال باهي ونخدموا على رواحنا وربي يوفقنا ان شاء الله. في الجهه المقابله العقد فتحي جبال تستناه برشا خدمه لتصحيح المسار.
هذه الا مباراه في من البطوله. ان شاء الله نرجع بسرعه وهذا اهم شيء، ان شاء الله نرجع بسرعه خاصه في المباراه القادمه. معناها كل اللاعبين حاسين بال حاسين بالخيبه هذه، لكن هذه مش معناها مش حين عازمين، وان شاء الله معناها نرجع بسرعه ان شاء الله. في الاخر لكل جواد كبوه، ونرجع لكلام روشاك والحلول تتوجد.